ما زلتم في متابعة برنامج القيم العالية. الآن سنحضر لكم إلى الشاشة الشركة التي تمارس أعمالها في تركيا والشركة التي تستمر في الكبر والتوسع في تركيا، وهي شركة إنكوتور باي كيوي. الشركة افتتحت معرضاً جديداً ذو مكان مميز في مركز منطقة عثمان بي، ولكن منتجاتهم أصبحت الآن في الشرق الأوسط وفي الدول الأوروبية. أعزائي المشاهدين، الموديلات التي تحلم بها الشابات يتم تصنيعها وحياكتها في شركة إنكوتور في تركيا. فلنتعرف معاً على هذه الشركة عن قرب. شركة إنكوتور باي كيوي تمارس أعمالها في تركيا وتحديداً في مدينة إسطنبول. افتتاح مركز الشركة كان في غاية الروعة. كان هناك العديد من رجال الأعمال في الافتتاح، سواء من داخل القطر أو من خارجه. شركة إنكوتور باي كيوي، وبشكل أخص في بلدان الشرق الأوسط، هي من أكثر الشركات المرغوبة. مرحبا أعزائي المشاهدين، نحن الآن في افتتاح المعرض الثالث لشركة إنكوتور، وسنقوم ببعض اللقاءات لنرى ماذا سيقال عن هذه الشركة. لنتابع معا. إنها حقا شركة ناجحة جدا. تمام، ممتازة، كتير حلوة. إنتاج هذه الموديلات يحتاج لشركة قوية جدا. أنا أتيت من أوزبكستان. هل جلت بالمعرض؟ البضاعة في غاية الروعة. هل شاهدت الموديلات؟ أجل، إنها جميلة جدا، رائعة، رائعة جدا. هل جلت في المعرض؟ أعجبتك الموديلات؟ أجل. إنكوتور هي من الشركات الرائدة حاليا في مجال فساتين السهرة. شاهدت الموديلات واحدا تلو الآخر، الألوان مختلفة، الموديلات خاصة جدا وجميلة. ماركة تم ترجيحها من قبل الشابات ومن قبل السيدات التي تشعر بنفسها بروح الشباب. شركة قوية جدا في الشرق الأوسط، وموديلاتها محببة ومرغوبة من قبل السيدات. ما شاء الله، أنتم شركة ناجحة وإيراداتكم ممتازة. هل تبحثون عن نقاط بيع في باقي دول العالم؟ طبعا بالتأكيد، أهدافنا دائما مرتفعة، أهدافنا حتى أكبر مما وصلنا إليه، لأننا دائما نفكر بهذا الشكل. نريد دائما الزيادة في التصدير، الزيادة في العمل، إنتاج موديلات جديدة. هذه هي أهدافنا، لذلك نحن نبحث دائما عن نقاط بيع جديدة، وكلاء جدد، أعمال جديدة. نريد إغراق الدنيا بمنتجاتنا. هذا المكان سيكون مركز الشركة الأول. هو عبارة عن بناء من 7 طوابق، يحتوي على مكان للإنتاج ومعارض واسعة وكبيرة، ويتوفر لدينا البيع بالجملة في الطوابق الأرضية. استطاعت شركة إنكوتور الخروج بنتائج جيدة في كل عام مواكبة الموضة العالمية. أهدافنا لا تنتهي أبدا. في الصباح أقول نعم، لقد افتتحنا هذا البناء اليوم، ماذا سنعمل للغد؟ لدينا مقولة في اللغة العربية تقول بأنه عندما تنتهي أهدافك تكون قد انتهيت. لماذا الزبائن تختار إنكوتور؟ لأن الموديلات يتم إنتاجها بسرعة، الجودة عالية جدا، الأسعار منطقية ومعقولة جدا وليست غالية، وهي مواكبة للموضة العالمية. رسالة الأخيرة، أتمنى أن يعم الخير في كل العالم. الاقتصاد التركي اقتصاد جيد جدا، وتركيا مكان جميل جدا، تحتوي على البضائع والسياحة وكل ما تحتاجون إليه، وأنصحهم بالمجيء إلى هنا.
نعيش حاليا تحت تأثير جائحة كورونا، ولكن أعمالنا مستمرة. بإمكانكم التواصل مع الشركة عبر الإنترنت. سنستمر في برنامج القيم العالية التلفزيوني بمشاهدة ومتابعة شركة إنكتور.